نستهل هذه النشرة من سوريا، حيث قتل اليوم الخميس 40 عنصرا من المعارضة المسلحة ينتمون إلى كتيبة واحدة في قصف جوي ببرميل متفجر تبعه صاروخ استهدف مقرهم في حي الشعار شرق مدينة حلب. وأفاد تقرير للمرصد السوري لحقوق الإنسان أن 3 قياديين بين القتلى، وأن عدد القتلى مرشح للارتفاع بسبب وجود إصابات خطيرة. Thank you.